ليه اخترت الكرة الطائرة تحديدا؟ هو انا كان يعني كان اختي واخويا ابتدوا لعب الكرة الطائرة، وانا كنت يعني انا الاخت الصغرى ليهم، فكنت دايما بكون متواجدة معاهم في التمرين وبتفرج عليهم، والحمد لله هما كانوا الاثنين لعيبة مميزين، احمد سامح وشيران سامح كانوا لعيبة مميزين الحمد لله، فحبيت ان انا اطلع زيهم يعني لما اكبر، وان انا بقى كنت لعيبة صغيرة فكنت حابة ان انا ابقى زيهم يعني واروح زيهم التمرين ومعاهم وكده. فمن وانا صغيره كنت على طول من قبل حتى ما ادخل في فريق كان بالنسبه لي الكوره الطايره يعني على طول بلعب على جنب وهما بيتمرنوا لغايه لما التحقت بالفريق. يعني هل في اختلاف ما بين انك تكوني مجرد لاعبه في الفريق او وانك تكوني القائد؟ طبعا في اختلاف كبير جدا، في فرق طبعا ما بين ان اكون لاعبه مصعده وفي لاعيبه كتير اكبر مني وليهم اقدميه بيكون هما متحملين المسؤولية أكتر مني بكتير يعني، وأنا لعيبة لسه كنت مصعدة وكان في كباتن فرقة عليا، كان بيبقى كل مسؤوليتي إن أنا بركز في الملعب بس، إن أنا في تمريني في ماتشاتي ما كانش في أي ضغط نفسي عليا. لكن طبعا والواحد كابتن الفريق الموضوع مختلف تماما، في ضغط نفسي كبير جدا في الماتشات، يمكن وأنا صغيرة ما كانش في الضغط النفسي ده عليا، في ضغط إن أنا المفروض ما أغلطش، إن أنا أحل مشاكل اللي حواليا في الفرقة، اني احاول اوجههم، في مسؤوليات طبعا تانية خارج الملعب تماما، فالموضوع طبعا ضغط نفسي ومسؤولية كبيرة جدا يعني. ولعيب الكرة المفضل بالنسبة لي دلوقتي في النادي الاهلي انا يعني بحس علي معلول، وده كمحترف يعني، وكلعيب مصري أفشة. ايه اكتر اغنية معلقة معاكي وبتسمعيها كتير حاليا؟ اغنية هو انا عامة بحب عمرو دياب وكده، بس انا اللي معلقة معايا بقالها فترة سنة هي مثلا اغنية حسين الجسمي اللي هي لقيت الطبطبة دي، بحبها جدا. خدتي كام بطولة مع النادي الاهلي لغاية دلوقتي؟ انا خدت 47 بطولة ما بين دوري وكاس وبطولات افريقيه وبطولات عربيه، وفي بطولات منطقه بس يعني مش محسوبه وسط ال 47، غير طبعا البطولات اللي قدرت يعني الحمد لله من سن الناشئات الشابات حتى اللي هو تحت 21 الحمد لله ما خسرتش ولا بطوله محليه، وحتى في الدرجه الاولى قدرت احصل على 18 دوري و18 كاس وست بطولات افريقيه وخمس بطولات عربيه. كانوا لقب مميز جماهير الاهلي مش بتلقب بيه اي حد، ده بيمثلك ايه؟ طبعا انا ببقى سعيده جدا باللقب ده، ويعني من الحاجات اللي بتفرحني يعني ان فعلا مش اي كابتن فريق بيكونوا ملقبينه باللقب ده، فدي حاجه تسعدني يعني وشرف ليا ان انا يعني كابتن النادي الاهلي والجماهير يعني شايفاني الكابيتانو يعني، فدي حاجه شرف ليا كبير يعني. طبعا اي هدية من العيلة اذا كان من والدي او والدتي، وطبعا في هدايا كمان حلوة لو اتكلمنا على يعني على جماهير الاهلي، في هدايا كتير جدا بتجيلنا من جماهير الاهلي، اذا كان صورة او يمكن ميدالية مثلا عليها بادج النادي الاهلي او صورتنا، فدي بتكون من الجماهير برضو بتكون عزيزة عليا يعني. ايه الرسالة اللي ممكن تقدميها للآباء والأمهات اللي بيمنعوا ولادهم من ممارسة الرياضة وتحديدا البنات بحجة إنها تضيع وقت؟ هو بالعكس، بالعكس تماما، يمكن يعني أنا شايفة وكمان يعني أهلي كانوا مشوا في الحتة دي من بدري، إن هو أفضل للبنات أو للولاد إن هم يدخلوا في الرياضة يطلعوا فيهم طاقتهم. الموضوع يعني لو عملنا مقارنة ما بين الـ يعني اللي هو مثلا لو بره الرياضة وجوه الرياضة، فممكن نلاقي ان جوه الرياضة ملتزمين اكتر، متحملين المسؤولية اكتر من هما صغيرين، بيقدروا حتى في الدراسة اللي هو متحملين مسؤولية ان هما وراهم دراسة وراهم تمرين، وبالعكس ده مش تضييع وقت، ده بالعكس اللي هما يحطوا وقتهم في حاجة مفيدة هتفيدهم صحيا، وطبعا يعني بدنيا وحتى في الدراسة هتفيدهم، وان هم يقدروا ازاي ينظموا وقتهم، وبتحملهم المسؤولية من بدري يعني. ايه رأيك في فكرة عمليات التجميل المنتشرة بشكل كبير خلال الفترة الحالية؟ هل انت معها ولا مع فكرة ان كل بنت مميزة بشكل معين مش لازم تغيره؟ هو بالظبط يعني كل بنت فعلا مميزة بشكلها، دلوقتي يمكن الناس كلها بقت شبه بعض بسبب عمليات التجميل، بقى نفس الملامح وكل حاجة، بس طبعا في حاجات تتطلب عمليات تجميل يعني بتكون عاملة مشكلة يعني، ف يعني كل واحد طبعا كل واحد وبراحته، ما عنديش طبعا أي مشكلة في أي حاجة،
بس يعني رأيي طبعا بتكون عمليات التجميل دي لو في ناس عندها بتعاني من مشكلة بسبب الموضوع ده، أو حتى لو مأثرة عليها نفسيا، فما فيش مشكلة يعني. بس مين كانت مثلك الأعلى وأنتي صغيرة؟ طبعا في كابتن تهاني توسون، طبعا يعني أنا من رأيي إن هي لعيبة يعني ما جاتش تاني في الفولي، ولا قبل كده ولا بعد كده هيجي زيها. وطبعا مثلي الأعلى طبعا أختي شيرهان سامح، بما إنها كانت بتلعب نفس مركزي، مركز 4، والحمد لله ان انا كان يعني ليا يعني الشرف ان انا العب معاها ولحقتها. لعبت معاها كتير، يمكن اكتر من 13 سنه شاركت معاها من وانا صغيره، كنت مصعده للدرجه الاولى اذا كان في المنتخب او النادي الاهلي. فالحمد لله ان انا قدرت العب مع شرهان يعني الكم ده، وكان طبعا ليها توجيهات كتير عليا بما اننا بنلعب في نفس المركز، وفي وقت كنا احنا الاثنين نفس المركز في الملعب وقت طويل جدا. وطبعا يعني هي الناس كانت بتبقى فاكرنا توأم من كتر ما احنا شكلنا شبه بعض شويه وفي نفس ستايل اللعب وبنلعب نفس المركز. يمكن كان في مدربين يعني ممكن لو شان غلطت كانوا بيزعقوا لي انا لخبطه يعني في الملعب. بس يعني فطبعا لو مثلي الاعلى فهي طبعا شيرهان يعني. الاهتمام بالكره الطائره للسيدات على المستوى الاعلامي بدأ يتحسن في الوقت الحالي ولا برضه الاهتمام ضعيف؟ هو طبعا احسن كتير عن الاول، يعني يمكن زمان ما كانش في حد يعرف عننا اخبار او احنا داخلين بطولات ايه. يمكن الموضوع ابتدى يتحسن من 2016 لما طبعا الاهتمام بالسوشيال ميديا يعني اكتر يعني طبعا اكتر من التلفزيون والحاجات دي. بس طبعا دلوقتي في اهتمام بقى، في نقل الماتشات بتاعتنا، الناس ابتدت تعرفنا اكتر، والناس بقت متابعة اكتر يعني اذا كان بقى على الفيسبوك وال يعني الابليكيشنز المختلفة يعني. بس فطبعا الدنيا أحسن كتير. احكي لنا موقف صعب وموقف طريف حصل معاكي خلال مسيرتك مع الأهلي. طبعا بيكون في مواقف كتير، بس يعني في المواقف الصعبة كانت طبعا يعني من أصعب المواقف بالنسبة لنا نفسيا يعني أكترها، كان وفاة كابتن جمعة عبد الحميد المدير الفني لينا، كانت سنة 2015، في أول سنة 2015 للأسف يعني كان توفى بطريقة مفاجأة. يعني كنا بنلعب ماتش ومفيش أي مشكلة، وبعد الماتش تعب وتوفى يعني بدون يعني ما كانش بيعاني من أي حاجة. فالموقف ده كان صعب طبعا. وطبعا في مواقف تانية صعبة زي هزيمة البطولات اللي هي بتكون مضمونة شوية أو بتكون حاسس إنك قريب منها، وفي يعني بتكون اصعبها اللي بتخسرها على ارضك. يعني الحاجات دي كلها بتكون صعبه جدا بالنسبه للعيب، يعني انك تخسر بطوله على ارضك الموضوع ده بيأثر علينا نفسي جدا، اذا ما كانش بيأثر علينا ممكن لغايه البطوله اللي بعدها.